قضية التفحيط طبعا أصبحت ظاهرة في المجتمع السعودي. إذن إن السيارة نعمة من نعم الله عز وجل، لكن المؤسف أنه تستخدم نعم الله عز وجل في أو تحول نقمة. حادث تلفيات أو حادث عرضي يكون نتيجته مثلا إصابة بسيطة أو تلفيات، فدائما عواقبها وخيمة، يعني نتيجة تفحيط وحادث لابد أن يكون هناك ضحية وعواقبها وخيمة، أما فقدان الشخص لنفسه أو فقدان الشخص للمرافق اللي كان راكب معه. فأدى ولدي وقدر الله ما شاء والحمد لله على كل شيء، ولكن هي ما أنا أعتقد إن هل المشاكل زي ما تفضل الشيخ وأخوي بندر إن المشكلة تقع على الأب. أنا جلست بالعناية 3 شهور تقريبا، ما كنت أتكلم على أحد، جلست يمكن 4 شهور وكذا ما كنت أتكلم، كانت يدي اليمنى ورجلي اليمنى، الضربة كانت بالرأس. وفاة، فاحنا لازم يعني لازم نبلغ عن الوفاة ونبلغ ولي أمره، يعني إكرام المسلم مهما كان يعني لابد. صحيح. عدد الوفيات، الحالات الوفاة 81 وفاة.